بيروت مساء الخير واهلا بكم الى برنامج جيران العرب الذي يتناول ملف العلاقات الايرانيه الروسيه في ضوء زياره الاخيره للرئيس الايراني حسن روحاني الى موسكو في التوقيت والشكل والمضمون في المحور الاول نبحث في نتائج الزياره في السياسه والاقتصاد والرسائل التي اراد الطرفان توجيهها لا سيما انها جاءت بدعوه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي المحور الثاني نستوضح ماهيه هذه العلاقه بين التحالف والتنسيق ومدى تاثرها بعلاقات روسيا مع اسرائيل وتركيا والولايات المتحده وهل تتحول الى عنصر مساومه على ارض سوريا أرحب بضيوفي في الاستوديو حسن فحص كاتب وباحث في الشؤون الإيرانية ومحمد غروي صحافي مختص بالشؤون الإيرانية أهلا بكم نبدأ مع تقرير حول زيارة روحاني الأخيرة إلى موسكو ونتائجها ونعود للحوار هذا وجه إيران الدبلوماسي والقابض على حقيبة أسرار علاقاتها الدولية إنه وزير الخارجية محمد جواد ظريف لكن رجل الدبلوماسية هذا طرح عرضا مثيرا على موسكو اثناء زياره الرئيس روحاني الى روسيا ويقضي بالسماح لموسكو باستخدام القواعد العسكريه الايرانيه لضرب اهداف للمتشددين في سوريا العرض اثار موجه من التساؤلات حول القرار المستجد فسمح طهران باستخدام قواعدها العسكريه من قبل قوى اجنبيه كان اثار نقاشات عاصفه الصيف الماضي واعتراضا برلمانيا كبيرا على ما وصف حينها بانتهاك السيادة الإيرانية حين تعلق الأمر بقاعدة همدان اجتهد المراقبون في تفسير هذه الخطوة التي اعتبرها البعض رشوة متأخرة تخطب ود الروسي ضمن ظروف دولية متغيرة تقلق بحسب هؤلاء طهران أولها الحذر الإيراني المتنامي من أي صفقة ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى وضع الورقة الإيرانية ضمن البزار التفاوضي كل مواقف الرئيس الأمريكي تغذي هذا الحذر ويزيد منه ما سربته صحيفة أزفتسيا الروسية حول وجود اتفاق تم التوصل إليه في مفاوضات أستانا الأخيرة ويقضي بإشراف روسيا على تجمع الميليشيات التابعة لإيران ومن ضمنها حزب الله في منطقة معينة في سوريا تمهيدا لانسحابها التدريجي منها تعاطت إيران مع الخبر بما يشبه الصمت الرسمي إلا أن التنسيق التركي الروسي بالأمس القريب الذي أفضى إلى وقف لإطلاق النار في حلب دون ما استشارة الايرانيين أولا ثم إشراكهم لاحقا لضمان ترتيباته جعل البعض يذهب إلى القول بأنه لم يكن سوى لجر طهران إلى الحل السياسي ومن ثم العمل الروسي بمباركة أمريكية على تحجيم دورها واستيعابه الهواجس الإيرانية لا تقف عند حدود التسوية الأمريكية الروسية المتوقعة بل تشمل العامل الإسرائيلي فإسرائيل تضغط على روسيا بغية تحجيم الدور الإيراني في سوريا وهي لا ترتاح إن كانت طهران قريبة من حدودها تلك الحدود التي خرقتها طائراتها مرات عدة لضرب مراكز لإيران وحزب الله في سوريا واستطفهم من روسي كبير إن لم يكن قد سبقه تنسيق على ما يقول عارفون رغم ذلك يذهب مراقبون آخرون إلى أن موسكو لا زالت تنظر لإيران كورقة استراتيجية مهمة في مفاوضاتها مع الغرب وهي ربما لذلك لن تتخلى عنها بل قد تعمد إلى الحفاظ على الستاتيك القائم بمعنى أن تقيم توازنا في علاقاتها مع إيران من جهة وما بينها وبين تركيا وإسرائيل من جهة أخرى وإن كانت المهمة بحسب هؤلاء لا تبدو بالسهلة أبداً استاذ حسن يعني طبعا بالتقرير تفاصيل عن نتائج هذه الزياره وما تم البحث به انما اود ان ابدا بموضوع التوقيت التوقيت يعني كان في تزامن مع وزير الدفاع جيمس ماتس الأمريكي اللي طلب بإنه السماح عودة السماح بإعطاء السلاح للدول اللي عم بتحارب باليمن وكذلك أيضاً بتوقيت أيضاً بموضوع واشنطن وموضوع اليمن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بأن طهران تقدم الدعم الصاروخي لأنصار الله في اليمن. فتوقيت هذه الزيارة هل مرتبط بملف سياسي؟ ضغوطات أمريكية أم فعليا هو ملف عادي علاقات اقتصادية سياسية وزيارة عادية بداية لا يمكن اعتبار الزيارة زيارة عادية وخاصة في التوقيت قد تأتي بسياق طبيعي للعلاقات الثنائية بين موسكو وطهران ولكن التوقيت يخرجها من طبيعة العادي أو الروتيني لأن تزامنت مع سلسلة من الضغوطات الدولية على إيران خاصة من الجانب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة حراك إقليمي حديث عن تحالف أو ناتو عربي أو ناتو إقليمي لمواجهة إيران يضم السعودية وتركيا وبعض الدول العربية الحراك السياسي الكبير الذي يحصل على الجبهة السورية من مفاوضات ومحاوله للتوصل الى اتفاق سياسي ينهي الازمه السوريه. التطورات الوضع اليمني ايضا الانغماس السعودي المزيد من الانغماس السعودي في الموضوع اليمني وعدم وجود اي افق لهذا الصراع في المدى المنظور. البحرين وتصاعد الازمه في البحرين مؤخرا كل هذه الاوراق ايران معنيه بها والوضع الانجازات العسكريه التي تتم في العراق في الحرب مع داعش مستقبل المنطقه بعد داعش كل هذه الامور دفعت او عجلت او هيمنت على اجواء هذه الزياره ودفعت طهران الى المزيد وموسكو إلى المزيد من التعاون بينهما في الملفات ذات الاهتمام المشترك. يعني أستاذ محمد طبعاً إيران ما الذي تريده من خلال هذه الزيارة؟ خاصةً إنه لاحظنا هذا التنازل الكبير بموضوع القواعد العسكرية، بالسابق عندما تم استخدام قاعدة همدان نحن شفنا اعتراض شعبي على هذا السماح باستخدام هذه القاعدة. اليوم هل تجاوزت إيران هذه المسألة؟ وبدأت تسمح باستخدام هذه القواعد من دون أخذ بالاعتبار الجو الشعبي الداخلي بسم الله الرحمن الرحيم أنا برأيي هذه الزيارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة خلال فترة الشيخ روحاني فترة رئاسته هذه المرة الثامنة التي يلتقي بها الرئيس روحاني مع بوتين وهذه الزيارة كانت مقررة منذ أكثر من شهرين والتوقيت لا يعني ما يعني يعني هي زيارة عادية من ضمن الزيارات التي كانت تقوم بها إيران لروسيا ولعلاقتها الاستراتيجية المتينة التي تزداد متانة يوما بعد يوم أما في موضوع القواعد الجوية إذن استعمال القواعد الجوية وهذه المرة الأولى التي إيران أصلا تسمح لطائرات أجنبية بالدخول في أجوائها واستعمال قواعد جوية كالتي استعملت في في همدان قاعدة الشهيد نوجي هذه كانت بإرادة وبأمر من القيادة العليا ومن مجلس الأمن القومي والذي يعني حصل في مجلس النواب الإيراني كان اعتراض من نائب أو نائبين ليس اعتراض شعبي الإيراني دائماً هو وقف منذ بدايه الحرب على سوريا وقف مع الشعب السوري ومع النظام السوري ايه بس البعض بيعتبر فيما انه هذا السماح يتعارض مع الدستور الايراني بالتحديد يعني آه استخدام من دوله خارجيه القواعد لا يتعارض مع الدستور لان مجلس الامن القومي لا يمكن ان يتع... يعني يفعل شيء هو متعارض مع الدستور، مجلس الامن القومي هو يرى سياسات العليا خاصة الأمنية لـ لـ لإيران وهو يتخذ القرار وخاصة أن هذا المجلس بمباركة من القائد الأعلى وهذه طبعا ضمن سياسات إيران الدفاعية عن نفسها نحن نريد أن نقول أن إيران بجديتها في مواجهة الإرهاب في المنطقة هذا أقل ما تستطيع أن تفعله تجاه سوريا واتجاه روسيا من مساعدة الشعب السوري لـ الخلاص من الإرهاب الذي هو أصبح يستنزف ليس فقط سوريا وأصبح يستنزف بدي المنطقة. بدي أحكي عن موضوع سوريا بس أنا نعم. بدي بشكل الزيارة ومضمونها نعم. والملف الاقتصادي والسياسي اللي تم البحث به. يعني أنت عم تعتبر إنه هذه زيارة عادية لا تشكل أي تحول رغم كل هالتطورات اللي عم بتصير بالمنطقة ورغم كل هالضغوطات إن كان من الجانب الأمريكي أم من غيره حتى بتباينات عديدة تتعلق بملفات العلاقة بال. منطقة. بموقف ايران وموقف دول اخرى اقليمية نحن الضغوطات يعني هذه الضغوطات الامريكية والدولية هي ليست الاولى ولن تكون الاخيرة يعني ايران منذ الثورة الاسلامية في ايران كان هناك ضغوطات وحروب وحرب نفسية وما الى هنالك وكانت ايران يعني لها في المرصاد والان الضغوط الامريكية ليست جديدة ولن تكون نهاية هذه الضغوط ايران لديها علاقة متينة مع روسيا وهي تزداد هذه العلاقة أنا لا أسميها تحالف استراتيجي أنا أسميها هناك شراكة إيرانية روسية في أماكن معينة كسوريا تحديدا وهناك تنافس إيراني روسي في أماكن أخرى وهناك تضاد إيراني روسي في أماكن أخرى من هذه العالم يعني, يعني أنت عم تعني هي تنسيق وليس التحالف في تنسيق موضوع بملفات معينة نعم وملفات أخرى وخاصة الموضوع الاقتصادي الذي هو أخذ الحيز الأكبر من هذا الموضوع بالموضوع الاقتصادي شو برزت أهمية يعني هاي الزيارة بشو؟ هل هو يعني تكبير حجم التبادل التجاري اللي حصل ما بين روسيا وايران ام ماذا يعني الموضوع العسكري الاسلحه والصواريخ وغيره الانفاق على الجانب العسكري لا شك ان روسيا كل المرحله السابقه التي كانت تدعم بها ايران في موضوع المفاوضات النوويه كان هناك دعم روسي واضح لايران من خلال الفيتوات او غيرها او خلال المفاوضات التي كانت تجري بعد حصول الاتفاق النووي اتت روسيا لكي تاخذ او تحصد ثمار كل الدعم الذي كان وهي كانت تريد وهي تريد الان ان تفتح افاق اقتصاديه جديده وهذا من مصلحه ايران ايضا ان تعطي الروس اكثر مما اعطت الغرب او تعطي امريكا هناك يعني حاله من التنافس بين الدول الغربيه وروسيا على موضوع الايراني الاقتصادي لان ايران اصبحت بمثابه ارض يعني جديده او خصبه للاستثمار بها ولاستفاده من من الاقتصاد الايراني، الروسي جاء لكي يحصد ثمار هذا الموضوع وايضا لكي يسترضي الايراني في الموضوع النفطي او الطاقه اذا صح التعبير، هناك تنافس فيما بين ايران وروسيا حول موضوع الغاز وحول موضوع النفط وما الى هنالك، يجب على الروسي وعلى الإيراني أن يحصل هناك اتفاقا فيما بينهم لكي يحصل هذا التنافس بنوع من الإيجابية فيما بين إيران وروسيا وإيران ولكن أيوة العلاقات الاقتصادية أيضا مرتبطة بالسياسة يعني ما في تم توسيع المجال الاقتصادي من دون ما يكون في توافق بالملف السياسي أيضا بطبيعة الحال أستاذ حسن يعني ما الذي تريده روسيا من إيران؟ يعني هل هو زواج <applause> مصلحة أنا لا أختلف كثيرا مع لكن أختلف في تقييم هذه الزيارة لأن حتى على المستوى الاقتصادي في هذه الزيارة ما تم الاتفاق عليه هو تأمين أو ترسيخ إيران كمعبر لروسيا وسابقا كان حلم الاتحاد السوفيتي ايضا الوصول الامن للمياه الدافئه يعني احد احد الاتفاقات التي تم عليها تحويل منطقه تشابهار الحره الى معبر للتجاره البريه بين طهران وموسكو تستقطب كل دول المنطقه وحتى الهند والصين وشبه القاره الهنديه يعني اسيا الشرق الاقصى عبر ايران، عبر الاراضي الايرانيه وصولا الى روسيا. يعني وايران بالمقابل توفر لموسكو الوصول السهل الى هذه المناطق، اضافه الى الاتفاقات حول تبادل النفط مقابل البضائع والتعامل بالعمله المحليه. الاتفاقات ترتقي الى مستوى الشراكه الاستراتيجيه بين البلدين. ليس فقط على المستوى السوري انما على مستوى احتياجات موسكو الاستراتيجيه في المنطقه في منطقه الخليج والشرق الاوسط آه، لس... بس شفنا انه بمحطات معينه إن في تباينات عديده حتى مع روسيا يعني رح احكي عنها بالتفصيل صحيح. عن موضوع سوريا صح. انما ايضا شو الاهداف المشتركه بين الدولتين وشو هي الملفات اللي بيتباعدوا فيها يعني الاهداف المشتركه هي ان ان ترسيخ كل طرف لدوره الاقليمي والدولي هل كراهيتهم او خليني ما استعمل كلمه كراهيه تقليص النفوذ واضعاف النفوذ الامريكي بمنطقه الشرق الاوسط هو هدف مشترك الطرفان يعتقدان انه لا امكانيه لالغاء الدور الامريكي ولكن يسعيان الى الشراكه في هذا الدور الروس والاتحاد والموسكو تسعى لان تكون ليس لاعب كما يصفها الامريكي بانها لاعب اقليمي الا تحاول ان ترتقي بدورها من خلال العلاقه مع ايران والنفوذ في المنطقه الى دور دولي ايران تريد تثبيت دورها في هذه المنطقه على انها لاعب اقليمي شريك لكل اللاعبين المدعومين من أمريكا أو مدعومين من الغرب لذلك هي تنافس على الأدوار في هذه المنطقة التقت مصالح الروسية والإيرانية على مواجهة التصلب أو التمنع الأمريكي في إعطاء هذا الدور للطرفين الافتراق قد يكون هناك افتراق في رؤية الإيراني عن الروسي في العلاقة مع تركيا في العلاقة مع إسرائيل ولا أعتقد أن هناك خلافات كبيرة بين الروسي والإيراني فيما يتعلق بالموضوع الإسرائيلي تحديدا لا خلافات كبيرة؟ أعتقد ذلك شو وين وين التوافق في خلافات كبيرة يعني بحسب الظاهر إنه الظاهر خلينا على الخريطة الميدانية الانتشار الإيراني وحزب الله في في الجبهة الجنوبية لا لا يواجه باي اعتراض روسي والجبهه الجنوبيه هي المحاذيه للحدود مع مع فلسطين المحتله او الجولان منطقه الجولان من الحدود اللبنانيه الى الحدود الاردنيه اي ب... ولكن نحن لا... شفنا انه يعني بخلال زياره نتنياهو الى موسكو ولقائه الرئيس بوتين الطلب الاساسي يمكن الاسرائيلي اللي طلب منه عدم يعني ان تكون ايران على الحدود الاسرائيليه وابعادها عن هذه الحدود و ما تم تلبية هذا الطلب الإسرائيلي من قبل روسيا؟ لا لحد الآن لم يتم لحد الآن الوجود وجود الإيراني ووجود حزب الله على الجبهة الجنوبية فاعل وأساسي ومصيري حتى روسيا كانت عضو في الرباعية الدولية لحل الأزمة الفلسطينية وهي تسعى إلى الوجود الروسي في سوريا والاستقرار المنطقة بوابته الاستقرار في عملية السلام مع إسرائيل لذلك الإيراني يشكل أحد الأوراق التي تدعم عملية التفاوض للوصول إلى حل سلمي الإيراني في وجوده بسوريا والإصرار على الاستمرار المحور ما يسمى محور المقاوم من طهران إلى العراق وصولا إلى سوريا ولبنان وحتى غزة له وظيفة استراتيجية وهي أن يقول للعالم ان القوي هو الذي يفرض او او قادر على المساهمه في في احلال عمليه السلام في المنطقه الشرق الاوسط. الدول العربيه قدمت كل ما لديها على طريق السلام ولكنها لم لم تصل يعني الى اي نتيجه. روسيا تسعى الى ان تاخذ هذا الدور ايضا بعمليه السلام، ان تقود هي عمليه السلام؟ لا شك. لا شك والورقه الفاعله في هذا في هذا الاطار هي محور المقاومه او ما يسمى محور المقاومه والوجود الإيراني وحزب الله على الحدود الإسرائيلية هو أحد الأوراق الأساسية التي تدفع الإسرائيلي للتفاوض لأن من يملك الأرض والقوة للمواجهة وخاصة بعد 2006 والحرب اللبنانية الحرب الإسرائيلية على لبنان أرست معادلة أن القوي هو الذي يصنع السلام مع إسرائيل وليست المبادرات السلام محمد بتوافق على الشيء اللي اشار له حسن فيما يتعلق بالموضوع الاسرائيلي اكيد أه لا ايران لا تدخل في سياسه محاور لكي تدعم جهه دوليه معينه لكي ندخل في في سلام ما ما, ما يسمى باسرائيل ايران بس ما هدفها بالاخر السلام حتى أكيد. من بعد الحرب يعني في سلام اكيد ايران كانت منذ البدايه وحتى الان تقول ان فلسطين هي دوله محتله هي مدينه محتله ويجب على الاسرائيلي الرحيل فكره السلام مع ايران يعني الايراني فكره السلام لديه وحتى في المؤتمر الذي اقيم مؤخرا في طهران وكلام السيد القائد كان واضحا جدا ان اسرائيل يجب ان ترحل من هذه المنطقه ولا سلام في هذه المنطقه لو كان الايراني يقبل ولو بواحد بالمئه بموضوع او بفكره السلام او ما يسمى بفكره اقامه الدولتين لكانت حلة الموضوع الموضوع الفلسطيني كان حلة منذ عشرين سنة لكن الإيراني هو يضغط لما يريده الشعب الفلسطيني تجاه الموضوع الإسرائيلي ألا وهو المقاومة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيلي هو وهو هو محتل في هذه المنطقة يجب عليه الرحيل خليني خليني, خليني اليوم كيف توازن روسيا ما بين هذه العلاقة بين إسرائيل وإيران يعني شوفي إيران لديها علاقات مع كل دول العالم. على أكثر حسنين. دول العالم أكثر دول العالم يعني ليست فقط إيران لديها علاقة مع روسيا التي هي صديقة للإسرائيل إيران لديها علاقة مع تركيا التي هي أيضا صديقة للإسرائيل إيران لديها علاقة مع أذربيجان التي هي أيضا صديقة مع الإسرائيل الصداقه مع اسرائيل لا تعني ان ايران تقطع مع دول العالم كلها لدى الايراني استراتيجيه معينه في سوريا هو يمشي ضمن هذه الاستراتيجيه للوصول الى هدف معين شو هو الايراني نعم الايراني يستفيد من الروسي وبمكانه الروسي في مجلس الامن وقرار الفيتو الذي يمتلكه إيه بس مجلس الإيراني الامن يعني من 2012 تحسنت العلاقه قبل كل العقوبات اللي كانت على ايران وافق عليها الروسي الان انا اتكلم الان أنا يعني الآن هذه أتكلم. علاقه مستجده علاقة مستجدة، وأنا أنا... لا أقول أن هذه العلاقة سوف تبقى أو ت... لا أحد يعرف ما سيحصل إليه الأمور، لكن الآن الإيراني استفاد من موضوع الروسي في الموضوع النووي وصل إلى إلى طريق خلينا نذكر طيب. هون أنه المعركة اللي خاضها الإيراني عبر حزب الله بالداخل السوري لم تكن لتنجح لولا تدخل روسيا وطائرات والعكس صحيح و... والعكس كان صحيح كان في خطر وهذا حتى كان في خطر حتى القضاء عليه انا هذا الذي اشرت اليه في بدايه الحلقه ان هناك علاقه تكامليه فيما بين ايران وروسيا في سوريا ماذا يعني هذا اي يعني ان الروسي لم يستطع ان ينتصر على الارض لولا لو الوجود الايراني وحزب الله والى اخره والعكس صحيح الايراني كان يعني تستغرق معه الموضوع حلب او غيرها لولا التدخل الروسي، يعني التدخل الروسي جعل من موضوع حلب او غيرها من الموضوع التي حلت تدمر او غيرها جعل من الموضوع اسرع والروسي هو قال لولا الوجود الايراني بريا على الارض لم نستطع ان نفعل ما فعلناه، اذا هناك شراكه هناك يعني تكامل فيما بين إيران وروسيا في موضوع سوريا هذا كل الموضوع الإيراني لديه مصالح في سوريا لديه أهداف في سوريا. إيه بس وين هو التكامل؟ عليها؟ وين التكامل بالموضوع الإسرائيلي بالتحديد بقلب سوريا؟ لا تكامل يعني في الموضوع في أنا كل في, 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 في موضوع سوريا في لا تقوليني ماذا ايه ايه أقول؟ في عمليات عم بيقوموا فيها الإسرائيليين على الأراضي السورية صحيح؟ صحيح. صحيح أي وتستهدف حزب الله. طيب. وبالتالي الروس على علم بذلك يعني بالغارة التي جرت بتدمر واللي اعترضوا أنت عليها تتكلمين الروس. أنت وكأن الروسي هو الذي يحكم سوريا. ليس الروسي الذي يحكم سوريا. الروسي دخل إلى سوريا لمساعدة الشعب يعني السوري. المجال الجوي هو بإدارة ال... روسية. طيب المجال الجوي لكن الطائرات التي قصفت في سوريا. هي لم تدخل المجال السوري. هي أو قصفت من 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 داخل فلسطين المحتلة أو من الاجواء اللبنانية هي لم تدخل. وحتى لو دخلت الروسي ليس يعني ليس مخولا لكي يدخل مع الاسرائيلي في في يعني آه يعني في صراعات هو بمنع عنها الروسي دخل لكي ينجز ما عليه ويخرج اما الموضوع الاخر هذا من من واجب الشعب السوري والقياده السوريه ان تدافع عن نفسها ليس على السوري اما في موضوع الاسرائيلي والايراني لا. يعني من المضحك وهو ما يضحك الثكلة أن نقول أن هناك علاقة تكامل فيما بين إيران وإسرائيل وروسيا لأن إيران وضعت كل ما عندها في السياسة وفي الاقتصاد وكل هذا لكي تقف أمام إسرائيل ان كان هناك علاقه تكامليه كانت ايران هي التي تحكم هذه المنطقه منذ سنوات ايران دفعت كل ما لديها سياسيا اقتصاديا عسكريا وما الى هنالك لكي تقف امام هذه الغده السرطانيه التي اسمها الامام الخميني حتى هذه اللحظه هي وقفت امام ما. امام سياسات اسرائيل في المنطقه اسرائيل في هذه المنطقه هي دوله محتله هي كيان غاصب محتل ايران تقف في وجهه الايراني مع الروسي لديه خيارات استراتيجيه في سوريا نعم. لا علاقه له بالإسرائيل. بدي أكمل بهذه النقطه بدي اخذ رايك يعني طبعا بهالحكي استاذ محمد فيما يتعلق بموضوع الاسرائيلي الايراني الروسي ولكن بعد الفاصل ونبحث ايضا في التقارب والتباعد بين موسكو وطهران في سوريا والدخول الامريكي الاسرائيلي على الساحه وتاثيراته اهلا بكم من جديد في برنامج جيران العرب وارحب بضيوفي في الاستوديو حسن فحص كاتب وباحث في الشؤون الايرانيه ومحمد غروي صحافي مختص بالشؤون الايرانيه ومن موسكو انضم الينا دكتور هاني شادي خبير بالشؤون الروسيه اهلا بك دكتور هاني يعني بدي اخذ منك حسن بس تعليق بسيط قبل ما انتقل الى موسكو حول موضوع اسرائيل ايران وروسيا في سوريا بكل صراحة وبكل بساطة أن يعني الروسي يلعب دور الوسيط في هذا الإطار للوصول إلى حل أزمة الشرق الأوسط تكون إيران لها دور أساسي وفاعل في عملية السلام المستقبلية مع إسرائيل والإسرائيلي لجأ يعني أمام, أمام الوجود العسكري الإيراني المتمثل بحزب الله في على الساحه السوريه امتدادا من الحدود الاردنيه حتى الناقوره في الحدود اللبنانيه بات لاعبا اساسيا بحاجه الاسرائيلي اليه ليصل الى امن واستقرار على حدوده الشماليه انتقل الى موسكو، يعني دكتور هاني نحن حكينا قبل الفاصل حول الزياره، زياره الرئيس الايراني حسن روحاني ونتائجها ان كان على المستويات الاقتصاديه والسياسيه وغيرها، انما العلاقه الروسيه الايرانيه دائما وتاريخيا كانت تنافسيه، وبالفتره الاخيره حتى كان في بعض الشكوك في في هذه العلاقه، لم تصل الى مرحله التحالف الكامل ولم تصل الى مرحله العداوه. هي في مرحلة ربما تنسيق إنما بزيارة الأخيرة للرئيس روحاني كيف كان وقع ذلك من الجانب الروسي؟ ماذا تريد روسيا من إيران؟ وهل تجد فيها شريكا في ملفات معينة؟ بالفعل العلاقة الروسية الإيرانية لا ترتقي إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية وأنا كتبت عن هذا الأمر كثيرا العلاقة هي علاقة تعاون وثيق في الحقيقه وتنسيق في قضايا عده في منطقه الشرق الاوسط ومنها حاليا الازمه السوريه. على المستوى الاقتصادي بالطبع هناك مصلحه لكل من روسيا وايران في التعاون الاقتصادي وزياره روحاني اسفرت عن مجموعه من الاتفاقيات الهامه سواء في مجال النفط والغاز او في مجال الطاقه النوويه السلميه وهناك ايضا كان هناك مباحثات حول تسليح ايران ولكن هذه المباحثات جرت خلف الابواب المغلقه. على المستوى السياسي بالطبع روسيا وايران ينسقان في سوريا، بالطبع في مثل هذه العلاقه تظهر بعض الخلافات والتباينات وظهرت مثل هذه الخلافات في على الارض السوريه ولكن نتيجه لعلاقه التعاون الوثيق بين البلدين يجري التغلب على هذه الامور من خلال ربما تنازلات متبادله بين ترافعين. ولكن ولكنني يمكن أقول بصراحة أن العلاقات علاقات جيدة بين البلدين وإن كانت على ما يبدو طهران تدرك جيدا العلاقات الروسية الإسرائيلية أيضا جيدة كما تفضل ضيفك في الإستوديو أيضا أتفق معه في أن موسكو ترغب في إدخال إيران في موضوع التسوية الشرق أوسطية ربما لديها هدف بعيد وهو أن تكون أن تتصالح إيران على سبيل المثال مع إسرائيل. أيضاً روسيا كانت دائماً تدعو منذ منتصف التسعينيات إلى أن تكون إيران جزء من أمن الخليج وطرحت مبادرة بهذا الشأن مرتين على الأقل. ومن ثم روسيا تحتاج إلى إيران وإيران تحتاج بالفعل إلى روسيا وخاصة في الوقت الراهن الضغوط الأمريكية من قبل إدارة أوباما على طهران تجعل طهران تحتاج الى روسيا اكثر يعني دكتور هاني بموضوع اللي اشرت له العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه طبعا الرئيس دونالد ترامب في يعني واجه بالبدايه قبل قبل الانتخابات كان في خطاب مختلف وانما اليوم الخطاب هو بوجه ايران ونحو عقوبات جديده على ايران هل تستطيع روسيا ان تلعب دورا بعد ما حددنا شو هي العلاقة اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين روسيا لم تتضح معالم ذلك هل ستكون تقاربية إنما هل تستطيع روسيا أن تلعب دوراً بالتقريب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية برأي روسيا الأمر يتوقف في البداية على تحسين العلاقات الروسية الأمريكية كما تفضلت سياسة ترامب تجاه روسيا غير واضحة حتى اللحظة بل أن بعض الشكوك بدأت تراود صانع القرار الروسي في الوعود الأمريكية التي أطلقها ترامب أثناء الحملة الانتخابية ولكن روسيا برأي تاريخيا تلعب بالورقة الإيرانية ونتذكر هنا مفاعل بوشاهر روسيا لعبت بهذه الورقة مع الغرب فترة طويلة دعمت إيران لأن روسيا بالطبع هي التي كانت تبني هذا المفاعل وما زالت تواصل بناء هذا المفاعل وحدات أخرى فيه ومن ثم روسيا تستخدم في الحقيقة الورقة الإيرانية أيضا للضغط أو لتحصيل مكاسب من الجانب الأمريكي سواء في إدارة ترامب أو في الإدارات السابقة وإيران تدرك ذلك جيدا وهي تحتاج بالفعل إلى روسيا في هذا المجال على الأقل لتخفيف بعض العقوبات التي قد يفرضها أو يتوسع في فرضها ترامب مستقبلا على إيران ولذلك ليست من المصادفة أن الرئيس روحاني عمليا فتح المجال أمام الاستثمار الروسي في إيران سواء في مجالات الطاقة النفط والغاز أو المجال النووي ومرة أخرى وفي مجالات أخرى بما فيها البنية الأساسية إيران في رأيي تدرك هذا الأمر وروسيا تدرك أيضا أنه هناك حاجة متبادلة بين البلدين وكما أسلفت روسيا بالفعل تستخدم الورقة الإيرانية لتحصيل تنازلات من الإدارة الأمريكية ليس الآن فقط ولكن في السنوات السابقة أيضا دكتور هاني يعني بي على الارض السوريه يعني اليوم حتى الولايات المتحده الامريكيه دخلت واصبحت موجوده على هذه الارض ان كان بالتحضيرات لمعركه الرقه او ان كان من حاجه روسيا الى الحل السياسي ستكون بحاجه الى علاقه جيده مع الولايات المتحده الامريكيه لاخراج هذا الحل السياسي. اليوم كيف يمكن لروسيا التنسيق ما بين كل هذه المواقف يعني ان كان عبر الحل السياسي الذي تريده واللي كمان في تباين مع ايران فيما يتعلق بموضوع الحل السياسي يبدو انه في تباين حول الرؤيه ليس فقط حول الرئيس بشار الاسد فقط وانما ايضا حول الحل السياسي الذي تستعجله روسيا وايران لا تستعجل ذلك بالطبع هناك تباين بين ايران وبين روسيا في الحل السياسي للازمه السوريه وايضا فيما يتعلق بالحل العسكري على الاراضي السوريه هناك كانت بعض المشاكل من قبل الإيرانيين ولكن على ما يبدو أن روسيا وإيران تغلبت على هذه المشاكل بصيغة لقاءات أستانا. الروس لديهم رؤية معينة في الحل السياسي ربما تختلف في بعض التفاصيل عن إيران ولكن الرؤية الإيرانية والرؤية الروسية برأي متشابهتان تنطلقان من ضرورة إبقاء الأسد لفترة معينة ربما إيران تريد إبقاء الأسد أطول فترة trabalhou pequena حتى يتم البحث عن بديل روسيا ترى ايضا ضروره ابقاء الاسد حتى عام 2021 اي بعد انتهاء الفتره الرئاسيه وروسيا وايران في نفس الوقت لا لا يختلفان على ان يكون للاسد الحق في ترشيح نفسه مره اخرى هذا الموضوع ايضا يبدو ان هناك تفاهم عليه ولكن الخلافات بشكل اساسي كانت على الارض في ايران حيث مناطق النفوذ المختلفه كما تفضلت بالفعل ارى ان تدخل الولايات المتحده الامريكيه بدا يلخبط من الاوراق داخل الاراضي السوريه وكان هناك مشروع لتقسيم مناطق النفوذ بين روسيا من ناحيه والنظام السوري وايران وبين الولايات المتحده وحلفائها وربما تركيا هذا التقسيم ليس بالضروره هو تقسيم سوريا بشكل كامل الى دويلات ولكن يمكن ان يكون نوع من التقسيم مناطق النفوذ ربما هذا الامر لا يريح روسيا كثيرا ولا يريح ولا يريح ايران ومن ثم ستجد روسيا وايران نفسيهما مضطرتين للتعاون مع الولايات المتحده حتى اللحظه كما وفق المعلومات التي لدي الاداره الامريكيه عمليا ترفض بشكل كامل التعامل مع ايران في سوريا وفي الملف النووي طبعا نعرف ان هناك مشاكل وحتى اللحظه ايضا لا توجد رؤيه واضحه للاداره الامريكيه في التعاون مع روسيا في المساله السوريه حتى فيما يتعلق بمحاربه الارهاب الرؤية الامريكية غير واضحة ونحن نعلم ان روسيا تطالب الولايات المتحدة والادارة الامريكية بضرورة توضيح هذه الرؤية ولكن من غير الواضح او غير واضحة حتى اللحظة وربما يتضح الامر بعض الشيء في اثناء زيارة وزير الخارجية الامريكي الى موسكو والذي ربما في توجد تسريبات انها سوف تتم الاسبوع القادم ومن ثم روسيا تنتظر ولكنني لا اعتقد ان روسيا يمكن تضحي بعلاقتها مع ايران مقابل تنازلات من قبل الاداره الامريكيه او تحسين علاقات من قبل الاداره الامريكيه مع روسيا او الغاء العقوبات لان هذا الموضوع سوف يحتاج الى فتره طويله وربما الاداره الامريكيه لن تقدم مباشره على الغاء العقوبات المفروضه على روسيا تحديدا ومن ثم لا اعتقد ان روسيا سوف تضحي بإيران ولكن برأيي أنها يمكن أن تستخدم الورقة الإيرانية سواء في سوريا أو سواء في الملف النووي في الحصول على تنازلات من قبل إدارة ترامب لا لا يجب أن ننسى أيضا أن مشاكل بين روسيا والولايات المتحدة لا تتعلق بسوريا فقط هناك المشكلة الأوكرانية هناك مشكلة الدرع الصاروخية الأمريكية الأسلحة النووية الاستراتيجية إلى آخر هذه القائمة إيران تعتبر جزء ضمن هذه المنظومه المتكامله للمشاكل والتي تحاول روسيا استخدامها حتى يتسنى لها تحصيل بعض التنازلات من لا. الولايات المتحده في نفس الوقت برايي ان ايران تدرك ذلك وايضا تحاول الاستفاده من الموقف الروسي فيما يتعلق بعلاقه روسيا المستقبليه مع الولايات المتحده أعود إلى الأستوديو أستاذ محمد يعني مسؤول روسي يقول أنه إيران شر لا بد منه وبالموضوع السوري بالتحديد يعني هل إيران اليوم خائفة أن يتم بيعها كورقة على على يعني طاولة التسويات السياسية ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في الموضوع السوري لا أعتقد لأن الأمريكي الروسي والإيراني اصبحوا بمستوى عالي من التنسيق والشراكه وهم يصلون نوعا ما الى تحالف في الموضوع السوري لا من مصلحه الروسي ان يخذل الايراني والعكس صحيح لان هناك علاقات جدا متينه فيما بينهم في الموضوع السوري الروسي هو بحاجة للإيراني في هذه المنطقة لأن الإيراني هو أصبح له الدور الأبرز في الإقليم خاصة في سوريا والعراق وغيرها حتى عندما جرى في الأستانة والمفاوضات قيل أن الإيراني كان, ممت... يعني كان لا يريد ذلك وكان على كأنه توافق وتحالف تركي روسي وخرج منه الإيراني ماذا إلى حد ما من ثم انضم الايراني منذ البدايه كان مع الحل السياسي في سوريا وهو حتى الان هو مع الحل السياسي وهو يذهب بعيدا الى اقصى حدود في موضوع الحل السياسي لا بد للإيراني أن يتنازل نوعا ما في موضوع السوري والطرف الآخر أيضا يعني لولا هذه التنازلات من الطرفين لما كان هناك حل وأستانا كانت خير دليل على ذلك الإيراني من يعني لا يجب أن نقول أن الإيراني لا يريد حل سياسي وهو ذاهب إلى العسكرة كل الدلائل تدل على أن إيران منذ البداية كانت تقول أنها الحل حل السياسي, سياسي. ولكن على طريقته بعد القضاء على المعارضة وإضعاف هذه المعارضة والذهاب إلى طاولة المفاوضات بعد كل هذه السنوات بأضعفها. أصبح الجميع يعرف وحتى الغرب وحتى الأمريكي أصبح يعرف أن هناك ليس هناك معارضة ونظام هناك إرهاب ونظام المعارضة أصبحت من ضمن هذا الإرهاب والجميع أصبح يعني, يعني هذه هي النقطة اللي عليها يعني هذه بالضبط. هي نقطة نعم. الخلاف الأساسية لو كان هناك معارضة سلمية لما وصلنا الى ما وصلنا اليه المعارضات دائما تكون سلميه سياسيه تصل الى مكان ما، لكن ما فعلوه هذه ما تسميه انت بالمعارضه، هذا لا يعني, يعني كل كل المعارضات التي نراها في العالم لا يعني لا تصير الى هذا الحد الذي وصلوا اليه من قتل الشعب السوري والذبح والى اخره، هذه ليس معارضه مسلحه، انما هذه نراها ان هذا ارهاب يحصل في سوريا، يجب على ايران مساعده سوريا للقضاء على هذا الارهاب. استاذ حسن يعني بالموضوع السوري والملف السوري الى اي مدى يمكن ان هذا التباين ان يتمدد او انه ان يتوسع في الداخل السوري ما بين ايران وروسيا؟ التباين كان سابق اليوم صار في مرحله مختلفه صحيح. وين كانت نقطه التحول؟ التحول عندما جاءت موسكو الى النقطه التي تريدها ايران في مسالتين، وحده الاراضي السوريه وسلطه مركزيه وحق بشار الاسد في الترشح للانتخابات المقبله في اطار حل سياسي ورؤيه كامله الروسي في البدايه قبل سنتين لم يكن يعارض امكانيه رحيل بشار الاسد وحتى كان هناك شكوك حول التزامه في وحده الاراضي السوريه ولكن على مرحلتين الروسي تقدم باتجاه مبدا وحده الاراضي السوريه من الرؤيه الايرانيه وثم وافق على طب كيف يتكلم عن وحده اراضي السوريه بوقت عم بيصير في تغيير ديموغرافي بنقل يعني سكان من مناطق الى مناطق اخرى وحدة الأراضي السورية تحتها يكون إدارات فيدرالية فدر... ليست فيدرالية إدارات لا مركزية موسعة لا ترقى إلى الحكم الذاتي أو إلى الفيدرالية ولكن تبقى تحت سلطة الحكومة المركزية وإشرافها ولكن مع أكثر حرية في إدارات محلية يعني لا مركزية موسعة وقد يكون للأكراد ولكن يجب أن ننظر إلى العامل التركي في الموضوع الكردي لأن وحتى الايراني في الموضوع الكردي لديه حساسيات كبيره اي وضع كردي في سوريا سيعزز النظره الانفصاليه عند الاكراد العراقيين سيهدد وحده تركيا سيهدد الوحده الايرانيه لاحقا اذا كره الثلج الكرديه قد تشمل كل المنطقه في حال موافقه ايران وتركيا وحتى روسيا على وضع كردي خاص اداره محليه او اداره ذاتيه في سوريا لذلك الذهاب نحو اللامركزيه الموسعه تحت, وحدة تحت شعار وحده الاراضي السوريه والحكومه المركزيه اعود الى موسكو دكتور هاني يعني من الملفات اللي هي اهداف مشتركه ما بين روسيا وايران البعض يعتبر انه الملف اسيا الوسطى هو من الملفات الاساسيه التي هي متفق عليها بين هاتين الدولتين. هل تعتبر روسيا ان ايران هي بمعنى ما يعني ليس تنسيقا فقط هي حليفا في القضاء على الاسلام الراديكالي السني بين مزدوجين الذي يتهددها وفي الوقت نفسه الا تخاف ايضا من ايران في ايران يعني الدوله الدينيه ان تصل الى الحدود الجنوبيه لروسيا؟ نعم هذا الموضوع طرح منذ عده سنوات في روسيا. ولكن في الحقيقة الروس يتذكرون لايران جيدا بعكس تركيا ان ايران لم تتدخل في كثيرا في اسيا الوسطى او في القوقاز عندما كانت الشيشان مشتعله بل انها ايدت الموقف الروسي من الشيشان. بالنسبة للروس وايران في هذه المنطقة تحديدا يوجد خلاف غير قليل حتى اللحظة حول بحر قزوين. حتى اللحظه توجد خلافات لم يتم حسمها نتيجه للموارد الطاقه الموجوده في بحر قزوين. حتى اللحظه لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي للدول الخمس المطله على بحر قزوين ومنها روسيا وايران. اعتقد ان روسيا لا تخشى كثيرا من ايران في اسيا الوسطى خاصه ان ايران بشكل ما لا تتدخل بشكل كبير في آسيا الوسطي ضد المصالح الروسية ولكنها تخشي أكثر الخطر كما يتردد هنا في موسكو الآتي من افغانستان ومن ثم موضوع آسيا الوسطي ربما لا توجد فيه مشاكل كبيرة بين الطرفين باستثناء ايضا بعض ربما الخلافات حوالين الصراع الاذربيجاني الارميني ولكن هذا ليس خلافا كبيرا، الخلاف الاساسي حتى اللحظه هو حول تقسيم بحر قزوين، ومن ثم روسيا لا, لا لا تخشى ان يصل خطر ايراني من الجنوب في اتجاه روسيا. وهي كانت تخشى في الحقيقه وما زالت ربما من بعض التدخلات التركيه في هذه المنطقه، وخاصه ان بعض المعلومات الروسيه كانت تشير في السابق الى مساعده تركيا للشيشانيين وهكذا، ومن ثم لا اعتقد ان روسيا لديها قلق من ايران كبير في منطقه اسيا الوسطى او القوقاز. يعني هل تعتبر هنا انه العلاقه ما بين روسيا وتركيا تشبه العلاقه ما بين روسيا وايران؟ ام في وجه خلاف؟ لا لا بالطبع العلاقة بين روسيا وإيران أكثر متانة مقارنة بالعلاقة بين روسيا وتركيا خاصة بعد الحدث المعروف اسقاط الطائرة لا. الروسية ولكن وبالطبع حدث تفاهم بعد ذلك ولكن العلاقة أيضا مع إيران برأيي الشخصي هي أقوى حاليا لأن العلاقات الروسية التركية حاليا والتفاهم الروسي التركي الحالي به بعض المشاكل ظهرت خاصة أن المعارضة المسلحة المعتادة لم تذهب إلى مؤتمر أستانا الأخير لا. ولمحت بعض المصادر الروسية إلى أن تركيا هي المسؤولة عن هذا الموضوع كما أن انتشار قوات روسية في عفرين وفي اتجاه منبج أعاق عمليا مشاركة تركيا في موضوع الرقة كما أن كما نعلم والولايات المتحدة تعيق هذا الأمر أيضا ولكن بشكل عام العلاقات الروسية التركية أيضا علاقات قديمة بالمناسبة وحجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا أكبر بكثير كثير من حجم التبادل بالدب. التجاري بين روسيا وإيران أكثر حوالي تقريبا بعشرين مرة ولكن أود الإشارة لأن السياسة الخارجية الروسية تعتمد على تنويع العلاقات مع جميع الدول هي على استع... روسيا على استعداد للتعاون مع أي دولة فيما يسمى بمكافحة الإرهاب ولكن تظل لإيران حتى اللحظة كما أرى بعض الامتيازات لدى روسيا والتنسيق بالفعل على درجة عالية ولكن ايضا روسيا لها اهداف طويله الامد ربما اهم الاهداف ايضا او من ضمن اهم الاهداف موضوع الصراع على القضيه الفلسطينيه روسيا لديها رغبه وان لم تكن يعني لا تفصح عنها مباشره ان تدخل ايران ايضا في هذا الامر كما اشرت ان لديها رغبه ولكن في المدى الطويل ان تكون ايران جزء من حل قضيه الشرق الاوسط تحديدا النزاع الفلسطيني على الاسرائيلي هي ترى انه يوجد امكانيه لذلك دكتور, دكتور هاني يعني لماذا حرص الرئيس بوتين على مخاطبة الغرب مشددا أن لا خطر إيرانيا وشيكا أو محتملا وأن ليس ثمة بعد عسكري في برنامج إيران النووي وان لا قدره لصواريخها على تهديد اوروبا وانه لا يوجد ضروره لحصر ايران في الزاويه الضيقه لانها ستجد المخرج في الانسحاب من معاهده منع الانتشار النووي لماذا حرص على مخاطبه الغرب بهذا الشكل دفاعا عن ايران بالمناسبة هذه هي الرؤية الروسية الأساسية منذ وصول بوتين إلى السلطة. روسيا كانت تدافع دائماً عن إيران وترى أن برنامج إيران النووي وهو برنامج سلمي وبرنامج الصواريخ الإيرانية لا يهدد أوروبا والولايات المتحدة، بل أن روسيا تعتبر أن إنشاء الدرع الصاروخية الأمريكية بحجة إيران أو كوريا الشمالية ليست صحيحة وتعتقد أن الهدف الأساسي من الدرع الصاروخية الأمريكية الأطلسية هو تهديد الامن القومي الروسي. لماذا الرئيس بوتين يدافع عن ايران؟ بالطبع المصالح الايرانيه الروسيه الايرانيه كبيره ربما ليست على حجم كبير في الاقتصاد حتى اللحظه ولكن في الحقيقه على مستوى الجيوسياسه الروس يعتقدون ان ايران حليفا قريبا جدا منهم نعم. اكثر من دول اخرى تم تم الاعتماد عليها في السابق ولكن لم تحقق للسياسه او للجيوسياسه الروسيه الاهداف المطلوبه. استاذ حسن هل ممكن ان يتدخل بوتين بالانتخابات الايرانيه مثل ما عم بيصير في تدخلات بالانتخابات الولايات المتحده واوروبا؟ يعني الـ الانجازات الـ او ما تم تحقيقه في زياره حسن روحاني يوظف لصالح روحاني بالداخل بالانتخابات صحيح ويسعى حسن روحاني الى توظيف هذه الزياره ونتائج هذه الزياره في الحوارات الانتخابيه التي بدات تزداد واكثر حماوه ما بعرف اذا استاذ محمد بتوافق على هذا ربما ما مم. يقوله صحيح ولكن ليس هذا ما يؤثر ايجابا او بشكل كلي على هذا الموضوع العلاقه الروسيه الايرانيه قد ايه بتاثر بالانتخابات قد ايش هي عامل انتخابي داخلي ليست هي عامل انتخابي لان الايراني وكما كنا نتحدث مع الاستاذ حسن الايراني دائما هو يرى الظروف المعيشيه الاجتماعيه الداخليه هي بالنسبة له هي الاولويه في اي انتخابات مقبله، والسياسه الخارجيه الايرانيه يتفق عليها اكثر الايرانيين، وما وما يعني الحوار الايراني الروسي او غيرها هي يعني نقطه اشتراك فيما بين الايرانيين اكثرهم يقبلون بهذا الموضوع ان ذهب الرئيس روحاني الى روسيا ام لم يذهب، هناك رغبه ايرانيه بالتوسع مع كل الدول المجاوره وخاصه مع روسيا، وخاصه انها دعمت ايران في المراحل السابقة ولكن مما لا شك فيه أن موضوع النووي كان عامل اساسي بالداخل الايراني يعني توقيع الاتفاق النووي وهنا كان في مساعده لروسيا فيه بالضبط، نعم، الروسي هو يضغط في موضوع النووي الذي هو لصالح الرئيس روحاني، لان الموضوع النووي اصبح يعني يتمثل بعنوان انه هو انتصار للرئيس روحاني، وهذا الانتصار يريد الرئيس روحاني أن, ان يوظفه يوظفه لروسيا، لكن انا برايي ان هناك المتنافسين على الرئاسة في إيران أكثر يعني العدد المتنافسين على هذا الموضوع قد يشتت آراء الرئيس روحاني والموضوع الداخلي هو الذي يؤثر أكثر في الموضوع يعني كما أشرت مع الأستاذ حسن آخر كلمة لك أستاذ حسن بهذا الملف هل فعلا الموضوع النووي ناخب أه صحيح لأن الحرب التي يواجهها حسن روحاني من التيار المحافظ تتعلق بالموضوع الاقتصادي ونتائج الاتفاق النووي التيار المحافظ يحاول تكسير الاتفاق النووي والنتائج التي أسفر عنها وأنها لم تعطي إيران أي امتيازات لذلك حسن روحاني فشل في تحسين الوضع الداخلي الاقتصادي من خلال عندما ربط كل الأمور بالاتفاق النووي بالختام اشكر ضيوفي بالاستوديو حسن فحص كاتب وباحث في الشؤون الايرانيه ومحمد غروي صحافي مختص بالشؤون الايرانيه ومن موسكو دكتور هاني شادي خبير بالشؤون الروسيه اشكر متابعتكم برنامج جيران العرب نلتقي الاسبوع المقبل في نفس الوقت وعبر نفس الشاشه التلفزيون العربي معي انا نجاة شرف الدين الى اللقاء